مع ادهمي. قلت الحاج ما يجيش اودي الحاج، راه للعلمه اليوم راكش ما يقضي الحاج معايا يدخل للكوزينه الحاجه اللي لقاها ناقصه يروح يهبط للعلمه يجيبها. وي اي والله، وانا حالف قاسم ما نخلي له حاجه غير لو لا يسرق، عاد يخبي عليا المصروف، عاد ما يعطينيش المصروف. دهيمي شتي اذا تحوش عليه في ليباري ما تحكموش انت، والله الا جره كحله هذي. سمعتني داك شكون نولي نتبع انا الحاجه ومرر لي المعيشه، ها في كل محضر يحضر، هاني لقيت له اليوم الفكره هذه، نطلع له للتراس يدور 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 لتحت ما يلقانيش، يهبط للقهوه ما يلقانيش، منا ما يلقانيش، دوك يحير دوك يقول لك راه حرق. خاصة اللي مات هذو القزبره غير يضل يحوم فيها. شوف 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 وراه شوف 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 ابن عمي بسم الله في خدمة الخماج هذي عاد يزيد لي كيبل رجل يا ابن عمار راهو معاه. شوف انا معيشتي شويه مهروده مع الحاج، والله ما يسوى سوا يعني على بالك الحاج. الله يبارك. سلام. الله يبارك الله يبارك الله يبارك من عماره وخي دهيمي في بسطح. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك بخي الزين. الناس راهي تنشط وتخدم وتدور في الاسواق وتحوس، وسي خويا راه جاينا حوست عليه كبرتو من ندور من ندور وراه 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 دائما انت قاعد مع بن عماره تقول لي نتبعك من سطح لسطح هنا بين الغصب. علاه الحاج علاه يا اخي، انا راني خطيت يا اخي، قلت يا خطي من تحت ما تدورش مع الناس هذوك، ما تروحش للقهاوي ما تقعدش في كارتي، هاني طلعت لسطح ثاني هنا واش راني ندير يا اخي، راني ها هاني انا وصاحبي نلعبوا في الديمين وخلاص مهنيين روحنا، واش درت انا؟ ماشي تطلع لسطح جايب لي الراجل قد الراجل هنا بن عمار هذا يتبع فيك وحاط لي طابله تاع الدومينو ضرب لي لاتاي وداير لي قهوه هنا، على الاقل على الاقل لو كان راك تشرك عليه قلت لك روح تخدم روح تحرك روح تمشي، بصح راك تضيع الوقت تعقب فيه هنا الدومينو ولا هو الدومينو ماشي فيك انت، هذا حاجه راهي مليحه راك دير فيها انت ولا وين نخدم انا؟ لقيت خدمه وقلت لها لا قال لي انت خدمه، انا لقيت خدمه وقلت لها لا وراك الخدمه اللي خدمه انا واش نخدمك انا؟ واش من خدمه نلقاها لك انا ربي عيني؟ هل قال لي شوف قسمها وقدام صاحبي قدام بن عمر شوف وين قال لي خدمه فيها، نشوف نبدا على 11 ونص نكمل على 12 غير 10، معليش يا سيدي العشيه نولي من 3 ونص للربعه وخمس ملايين قسمي لا زدت بطلتها ما لا مانيش راجل. هذه خدمه؟ اه الله يبارك. ما عندك سي سي بي ولا ما عندكش؟ ندير سي سي بي ولا غير نديرو فاتح كونت نفتح كونت ياك دابا نهضر مع السيد اللي راح يخدمك، عندي واحد صاحبي يخدمك مليح يولي يفيري لك الصوار ديريكت ليه تروح تخدم، وهاني لقيتها هذه ما تشاورنيش هذه إيه؟ ديريكت عود فيري هكذا اللي نخمم مليحه هذاني هذه. يا دايما خويا راك هبلتني على البليس، خدم كي الناس بركا ما تمسخ الناس راهي وين واصله وين الدور انت قاعد تبع لي في بن عماره. يا شوف هذا بن عماره هذا راه بويو داعيه ومو داعيته وجده الاولى داعيه بويو وجد جده الاول داعي، هذا راه يعيطوا له بن عماره هذا فارغ هذايا، هذا ما عنده حتى عماره بعيد الشر. بن عماره وضيف ما تهدرش معاه هكذا. كيفاه ضيف هذا؟ هذا ساكن هنا في الدار بن عماره ضيف برك انا. ولا عيب هكذا يجي مسكين للدار نعرضوه للطراس تهدر معاه هكذا قدر غدر اخر ما يجيش يطلع للطراس. الله لا طلع الله لا تربحوا خلاص هذا اللي يفسد لك هذا هو الشر، راهي عنده بعيد الشر عليك المشاكل شوف كي راه هامل. بن عماره انت الله يسوق دوك انا ما تريحش تروكين ما عندك ما دير في الدنيا هذه. وين الخدمة؟ ها؟ وين الخدمة؟ كش ما عطاونا الدولة خدمة؟ كون عطاونا الخدمة نخدمو. الدولة عطاتنا الدولة واش تعطيك الدولة؟ واش تعطيك الدولة؟ عطيها لروحك أنت الدولة، كش ما قريت أنت؟ وأنت واش مدي الدولة؟ قريت أنت؟ شو من المستوى الحاج اللي عنده بن عمر؟ وعندي مستوى عندي أنا دا ربحت البيام. ياه؟ ربحت البيام عندي بيام تاع بقرية مش تاع بقرة. الميام وي يبيع في الزاوج. وهذو منين جبتهم من بن عمارة تربي في الوعال تحطهم في الكاجة؟ علاه ماكش انت فيك نورمالمون انت راك لهيها الدهيمة في الكاجة هذيك ونمد لك انا في الزرودية والبصلة. وبن عمارة راهو ثم في كاجة كيما هذي ونمد له في الكاوكا ونضرب فيه نورمالمون راني حاط لكم على الأقل نخدم بكم برا ليش تشطحوا للسواح نحوس بكم على الأقل قال راني نخدم بك حاكم مسكين طاير كيما هذا ولا مربيهم انت هذو؟ أنا مربيهم يا الحاج حابين نكوبليوهم ومن بعد كي نكوبليوهم نبيعوا. تبيع؟ نبيعوا باش يجيبوا فرخون ونبيعوا. شوف سبحان الله هذيك الخدمه يعني انت هاد لو عن ربي طالقوا في الطبيعه يمشي ويصحى انت حاكمه في كازا وتكوبلي فيه، روح تزوج قبل تزوج انت وجيب وليدات ودير دار ومنا ماكش قاعد هكذا تاكل في عمرك والدور في وليداتك والدور. هذا بن عمر قاسم غير هكذا السيد وشيع عليه الهضره ماشي مليح، جربته انا غير في الديمينو برك كيفاش
والله جامي يخدعك ولا يدرك عليك حجرة. انا ما فهمتش انت يا لاد، هذا الدومينو تتبع فيه وتتبع فيه وتدور به وتمشي فيه، يقول لي فهمني حاجة، واش البنة اللي راك رابحه يعني ليه؟ هاك وراك تخدم خير ما راك بالدومينو هذو على الأقل تروح دير خدمة مليحة تلقى باهية. والله ربي يهديك، والله لا مررتي المعيشة الحاجة، أنا وين نروح أنا لقيت لي خدمة وقلت لا لا، يا أخي ما كانش، ها هي لو كان زعما ها وجو كان عطاها ربي هذوك الجماعة تاع سوناطراك وخدمونا، هذوك اللي راهم قاعدين يفينونسيو في البالو. كان هذيك راه جايبهم لجماعتنا حنا اللي رانا نخدموا باش نشوفوا الصلاح تاع البلاد، يمدهم للدر هذيك هامي يلعبوا ونهار يخسروا ونروحوا للمدينة كاملة يكسروا، واش استفدنا منهم؟ الله يبارك، اسمع راك تقول لي باللي هذوما سوناطراك تروح تجيب لك سوارد التابس تخلي الرياضة النبيلة والكرة اللي تلعب بالناس وتفرج وراهي حاجة كبيرة يعني رياضة، جيت تمد لك ليك سوارد أنت وبن عمار الدومين وتروح وش من قهوة اللي كاين تعطي لها يطرى روزوش تاع بترول، تراك مهبول أنت، فريش تاعك ما ترفدو ما والو دهيمي وقعد تضلي غير مع بن عمار على البليس. واخا الحاج واش بيه هذيك الهضرة؟ واش بيك الحاج؟ في الهضرة هذي تاع نرفت الفريش؟ الحاج لا 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 الفريش كان ولا؟ لا الحاج هذي مش هضرة هذي الحاج، واش راك تشوف هي مرا انا نرفت عيب عيب هذا الحاج الهضرة هذي. هاي اللي ترفد لي الفريش راك تلفتها راهي في دار الشيخ. ايمن ما نرفدش نهار تجي ترفد وكيفاش؟ الحاج هذا النهار الاول علمنا الشيخ حنا كل خدمة خدمتها، المرة تخدم خدمتها وحنا نخدم كل ماتشو ماتشو. اي عيب انا راني قاعد نشوف الحفظانه نتاعك كيفاش هي مطبقه، قشك انا نروح برا للسوق نخدم وانت راقد الدوميني، انا نروح نحمل نجدر على قش هنا والناس، وعندي خويا الله يبارك بادره والدور اللي تتبع لي في هذا، واش خصك انت يرحم الحاج؟ انت والله لا تقول مفليكشي مليون، منين راه جايتك الهضره هذه كل؟ تنسي حسدني على لابونمون من عند ربي ولا؟ يا راك هبل موت تهضر في المواضيع وكل، تعرف التاريخ تعرف الدين تعرف كذا. يا وانا نهضر على الشر يا دايمي خويا، لو كنت انت يا راك خدام ولاباس عليكم راك دايما شك يا راك مبهدلني في الحومه. لا اله الا الله محمد رسول الله، الناس راهي تخدم راهي تشط يعني هذه القعده تاع الدومين تاع صبحه ربي نايض طول مع الصباح في لاتيراس معرش. تك شايف الدنيا شايفها مضبعه، انت اللي شايفها على بالك عندك عينيك ماهوش يشوفوا في الجمال. الشاعر يقول كن جميلا ترى الوجود جميلة. شوف الله يبارك الجمال ذاك الجمال، يا قدامك جمال بن عماره قد سخطها وجمال قدامك بسامي ماكش تشوف فيه كاين جمال اكثر من هذا؟ شوف الله يبارك يا ترى بن عماره قول زوج حروف اسيدي. انا والله انا دايما علاش عبد الله غنعش قلت ما نجيش باش نجي. ها هو قسيم، هو عنده اخوه الحاج الاخضر تاعهم قدور، انا نقول له الحاج الاخضر تاعهم يدير لك هكذا يطالبك. والله ما يطالبني، يحكم عليك الماكله. كاين شي نهار انت بعت حاجه وجا قال لك علاه تبيع فيها؟ ما يقوليش. كاين شي نهار طلعت للطيراس وقال لك هبط؟ جامي. قال لك على الديمينو؟ جامي. كاين شي نهار قال لك هام الذن هام قمر واحد تسلي؟ جامي. ايه خلاص ها تشوفني مهبول انا شفت الفرق قاعد فرق شغلي مهبول انا روحي مانيش لاتي بها نورمالمون اللي تيب روحي انا عندي اموراتي عندي الاخر اللي تيب خويا اللي خرج لي فازت يكون عطى ربي بن عمر راهو بيلوتي سوق في بابور ولا سوق في طياره خير وجاي. والله ما تطمع الخير منين يجيك. شوف نقول لك حاجه والله يا في الدنيا هذه ما تعرف وراها الراجل وراها المراه. راه تقول لي انت بلي يعني المستقبل تاعك راح يكون حاجه واحده. شوف الدنيا هذه ما تفهم لها والو الحاج. شوف والله غير شوف انا راني بن ما سمعت انا جابتني حره ماشي لعب. والله غير جابوهم نساء ولقوهم خير من الرجاله. وجابوهم رجاله ولقوهم خلي برك يسالي عليك الخير. كيما بحال ما تسنتين. ما يبارك لك الخدمه هاك والله لا صمتنها والله كنا قاعدين قاعده تسخف وقسيم غير قاعده تسخف هاك صمتها له والسيد ضيف هاو تاي ما شربوش كيما الناس. معليش صافي دير ما تنوض ما تخدم والو انا اللي مهبول انا جيت نهضر معاك مهبول. انا كي نقولك بطل هذه بطل هذه بطل هذه راك مهبول. خلاص سيدي معيش انا رايح انا راني غلط في الحساب. راني درت لك دوبل 5 دوبل 6 دوم ندرك انت الحاج يا الحاج راه هذوك كان يخطو وما يمشيش يا الحاج اها واش رايح انت ثاني دوك تخلط في الحجرات ونصهم اديهم هيا هيا هبط 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 بن عماره هبط يا دوك يزيد يندب لي على المخده هذه تاعو وما شافهاش كانت تحتي. اسمع اي انا ريا خليها عندي يا اخي ها ديها مع المقنين نكوبليهم ادي ادي كوبلي في دارك ادي انا يسمطت لي ولا قسيم غصمطها لي. يا شوفوا الدنيا كي ولات زمان دار والناس كي كانوا العيشه معاهم ولات غير كوشمار. يا الحيله نيا قليله غير تعب
الزين.